الحراك الشعبي في لبنان يتواصل في يوم جديد وسط غموض سياسي وخلافات حزبية. وفي ظل تعثر المشهد السياسي، أرجأ البرلمان اللبناني جلسته التي كانت مقررة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني. يأتي ذلك بعد تظاهر محتجين أمام البرلمان لمنع عقد الجلسة ودخول النواب. وقام المحتجون بإغلاق المداخل المؤدية للبرلمان بعد تشكيل درع بشرية في محيط المجلس، وذلك وسط انتشار مكثف للقوات الأمنية. كل شيء بيصدر عن هالمجلس فاسد، عن حيالة نائب فاسد، وعم نضغط بحيالة طريقة ممكنة كرمال نوصل رسالتنا لألون وللعالم كله. تطورات تأتي بعد ساعات من بدء تدفق المتظاهرين اللبنانيين إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت لقطع الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، فيما قام محتجون بقطع عدد من الطرق الفرعية في صيدا بالإطارات المشتعلة، كما عمدوا إلى إغلاق بعض المرافق العامة. وفي خضم التطورات على الأرض، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن المصارف أعادت فتح أبوابها أمام المواطنين وسط حماية من عناصر قوى الأمن الداخلية بعد إغلاق دام قرابة الأسبوع. وكانت الاحتجاجات اللبنانية قد دخلت شهرها الثاني وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي استجابة لمطالب المحتجين.